حد شاف فيلم سجين التركي؟ طيب لو لا، شوف بقى النسخة الاندونيسية احسن، مع اني بنصح ولا تشوف ده ولا ده لسلامة قواك العقلية. بس قبل ما نكمل الفيديو حابة اعرفك على قناة اقتصاد احمس، قناة مختصة بالمعلومات الاقتصادية وبتتابع اخر التطورات بشكل يومي. الاقتصاد والسياسة هما وجهين لعملة واحدة، وعلشان تفهم ايه اللي بيحصل بالظبط على الساحة السياسية لازم تشوف ايه اللي بيحصل في الاقتصاد والعكس، ودايما هتلاقي في قناة اقتصاد احمس تغطية الجانب الاقتصادي عن المواضيع السياسية اللي متابعها. عشان كده قبل ما نكمل الفيديو ادخل على القناة واعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، هتلاقي لينك القناة في صندوق الوصف. ودلوقتي بقى خلينا نكمل الفيديو. اندونيسيا يا سيدي عملت نسخة جديدة من فيلم سجين التركي. عايزك بقى تشيل كل افلام الرعب اللي شفتها في حياتك بحالها وتحطها على جنب وتفتح صفحة جديدة خالص للفيلم ده. جن وعفاريت هتلاقي، سحر وشعوذة هتلاقي، مطاردة وهروب، خوف ورعب على مدار الفيلم هتلاقي، المؤثرات الصوتية والبصرية وأداء الممثلين اللي اتعمل مبهر جدا، وكمان برومو الفيلم اللي لسه نازل من قريب عمل قلق كبير وتساؤلات ما بين هل الفيلم جزء جديد من السلسلة التركية ولا ده ايه بالظبط. الفيلم اسمه سجين، واسمه مقتبس من السلسلة التركية المكونة من 6 أجزاء، واللي كان أول جزء منهم نزل في 2014 وآخر جزء نزل في 2019. والسنة دي حبت اندونيسيا انها تحطم الارقام القياسية اللي جابها فيلم سجين التركي من مشاهدات وتفاعلات من جمهور افلام الرعب، وده يعتبر جزء مختلف تماما عن النسخة التركية لانه جزء فريد من نوعه ومنعزل ومالوش علاقة بسلسلة اي افلام تانية، الا لو اندونيسيا حبت تعمل جزء تاني وتكمل السلسلة. ندخل بقى في المهم، الفيلم بيتكلم عن ايه؟ الفيلمين الاندونيسي والتركي نفس الاسم سجين، واحداث الفيلمين بتدور عن نفس المحتوى تقريبا وهو السحر. طبعا انا هحكي لكم تفاصيل الفيلم والقصه لكن بدون اي حرق الاحداث الفيلم، عشان يعني لو حد قلبه جامد وحب يشوفه ما يبقاش الفيلم اتحرق. قصه الفيلم بتحكي عن بنت اسمها ارما بتقع في حب ابن عمها اللي اصلا متجوز وعنده اطفال، بس رغم كده بتفضل ارما مهووسه بحبه وحابه انها تكون الست الوحيده في حياته، ومفيش غير حل واحد اللي هيخلي امنيتها دي تتحقق وهو السحر. وبالفعل أرما بتلجأ لدجال متخصص في الأعمال والسحر وبتطلب منه يعمل سحر أسود لابن عمها، وده اللي بيخلي أجواء قصة الفيلم مرعبة، وبتحصل كوارث كبيرة جدا في بيت ابن عمها واللي بيعتبر بنسبة كبيرة جدا حياته اتدمرت. أرما ما كانتش تعرف إن السحر الأسود ده مش بيضر الضحية المقصودة، لا ده بيضر كمان صاحب العمل نفسه. وبالفعل بدأ مفعول السحر الأسود في استهداف وتهديد حياة أرما، وبيستمر الفيلم في أحداث السحر والشعوذة والأعمال السفلية بشكل مرعب. وفي أثناء معالجة الممسوسين في الفيلم بيتم استخدام آيات قرآنية بشكل صريح، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لطرد السحر من أجسام المسحورين، وده بيزيد من مصداقية وواقعية أحداث الفيلم من حيث إن أي سوء بيمس الإنسان بيتم علاجه بالقرآن الكريم. تقييمات الفيلم بتقول إنه مش بيعتمد بشكل كبير على مشاهد الرعب المفاجأة لإثارة الجمهور، وإن الصوت في الفيلم بيساهم بشكل كبير جدا في خلق أجواء مشحونة بالرعب طول الفيلم. ورغم المشاهد الدموية فتقريبا سجين مشابه إلى حد كبير لأفلام الرعب المحلية اللي بتتكلم عن السحر بشكل عام، لكن من وجهة نظر المشاهدين اللي شافوا الفيلم، فيلم سجين الإندونيسي في حتة تانية خالص، لأنه بارز بشكل واضح عن أفلام الرعب في 2023. لحد دلوقتي ما تعرضش في أي دولة برا إندونيسيا، وكل المواقع اللي بتقولك الفيلم موجود عندنا فهم بالتأكيد بيتكلموا عن فيلم سجين التركي مش الاندونيسي. الفيلم اتعرض في اندونيسيا في 9 نوفمبر 2023، ومن المحتمل عرضه في باقي الدول العربية حسب طلب الدول للفيلم ده. الفيلم مقتبس من قصة حقيقية بنسبة 100%، يعني لو بتحاول توهم نفسك ان كل اللي بيحصل في الفيلم ده مجرد تمثيل تبقى غلطان، لان اللي هتشوفه هيكون حصل منه بالتفصيل على ارض الواقع. وما زالت احداث السحر موجودة حوالينا، وكتير بنسمع انهم لقوا سحر مدفون وعمل معمول لحد، ربنا يحرسنا جميعا. يا ريت لو حد بيتفرج على الفيديو ده وعارف حد بيعمل اعمال او حتى بيفكر ينصحه انه يبعد عن المواضيع دي نهائي.